بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا في درس فقهي جديد، ونسأل الله التوفيق للجميع. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى صلاة الجمعة، فصل في صلاة الجمعة. وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها، وقيل لما جمع فيها من الخير. والأصل في وجوب صلاة الجمعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي صحيح مسلم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. فذكر المؤلف رحمه الله: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، كما ذكرنا فيما سبق أن الإسلام هو شرط لصحة الصلاة، فغير المسلم لا تصح منه الصلاة. والبلوغ كذلك لصحة الصلاة البلوغ، لكن كما ذكرنا سابقا أن على ولي الأمر أن يعود ويدرب الابن والأبناء على الصلاة وعلى صلاة الجمعة من 7 سنوات وإلى 10 سنوات تدريب حتى يتعودوا عليها، لكن ما يشترط فيها هو البلوغ. وكذلك العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون، ومن ذهب عقله كذلك بسكر أو غيره أو حتى إذا بأدوية. والحرية كذلك لا تجب صلاة الجمعة على العبد. والذكورية كذلك لا تجب صلاة الجمعة على المرأة، وهو جائز في حقها، ومنهم من قال الأفضل أن تصلي في البيت صلاة الظهر 4. والصحة أيضا لا تجب صلاة الجمعة على المريض. والاستيطان، أي أن يكون من يريد صلاة الجمعة مستوطنا في مدينته وفي محل إقامته، فلا تجب صلاة الجمعة على المسافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ولحديث: ليس على مسافر جمعة. وتصح الجمعة من الرقيق والمرأة والمميز والمسافر، لكنها لا تنعقد بهم. يعني إذا فقط مجموعة نساء على سبيل المثال في مسجد بدون رجال لا تنعقد صلاة الجمعة، وكذلك إذا كان فقط رقاء وعبيد لا تنعقد صلاة الجمعة. وشرائط فعلها 3: شرائط فعل صلاة الجمعة، أن تكون البلد مصرا أو قرية، يعني أن تقام صلاة الجمعة مصرا يعني مدينة، وقرية كذلك فيها بيوت متقاربة، يعني لا تقام صلاة الجمعة في خارج المدن، إنما يجب أن تقام داخل المدن، أن تكون البلد مصرا أو قرية. عرف المصر ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للمعاملة، والبلد ما فيه بعض ذلك، والقرية ما خلت عن الجميع، إنما فقط فيها بيوت كذلك. ويشترط كما ذكرنا أن تكون الصلاة، أي صلاة الجمعة، في محل الأبنية المجتمعة لا خارجها. وكذلك أن يكون العدد 40، يشترط عند الشافعية في إقامة صلاة الجمعة أن يكون العدد 40، وهذا هو أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
ومذهب الإمام أبو حنيفة هو أربعة، بأربع أشخاص تقام صلاة الجمعة، أما عند الشافعية والحنابلة لابد أن يكون العدد 40. وفي ذلك دليل حديث مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أو جمع بأقل من 40، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بأقل من 40. لكن كما ذكرنا عند الحنفية 4، وعند المالكية يعتبرون حسب العرف في المدينة، يعني ما يعتاد على أنه يعرف هذا جمع تقام فيه الجمعة هكذا. وأن يكون الوقت باقيا، لحديث سلم بن الأكوع كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه، يعني يجب أن يكون تكون صلاة الجمعة في نفس وقت صلاة الظهر، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهرا. أي شرط يختل أو خرج الوقت المحدد لصلاة الجمعة صليت ظهرا. وفرائضها ثلاثة، أي فرائض صلاة الجمعة، خطبتان يقوم فيهما. هناك أركان للخطبة عند الشافعية 5 أركان، هذا يتعلق بالخطيب عندما يصعد على المنبر. أركان الخطبة عند الشافعية 5 لابد أن يأتي بها الخطيب. الحمد لله تعالى لما رواه مسلم، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. والركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن الثالث الوصية بالتقوى. والرابع قراءة آية مفهمة في إحداهما، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن. خامسا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية. هذا أركان تتعلق بالخطبة. إذن فرائض صلاة الجمعة 3 خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. وأن تصلى ركعتين في جماعة، أي بعد الخطبتين تصلى ركعتين في جماعة، لقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان. وهيئاتها كما ذكرنا سابقا الهيئة هي أقل من السنة. وهيئاتها 4 خصال، الغسل، ورد في ذلك أيضا حديث في الاغتسال، لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن ثم يخرج إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الغسل للجمعة. وتنظيف الجسد ولبس الثياب بالبيض، لحديث أيضا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وأخذ الظفر والطيب، لما روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. ويستحب أيضا الإنصات في حال الخطبة. ذكر المؤلف رحمه الله استحباب الإنصات في حال الخطبة، وهذا على المذهب الجديد للإمام الشافعي. أما المذهب القديم فهو يحرم يعني يجب الإنصات ويحرم الكلام. هنا على المذهب الجديد هو يستحب الإنصات ويكره الكلام. أما المذهب القديم وهو رأي الإمام حنيفة والإمام أحمد يعني يحرم الكلام ويجب الإنصات. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. ركعتين خفيفتين المقصود بها تحية المسجد، وخفيفتين أي لا يطيل فيهما في القراءة
يعني آيات بسيطة جدا ثم يجلس. ورد في ذلك حديث أيضا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أي يخفف فيهما. فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين سنة مؤكدة ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس كرمح، وهو بمقدار 10 دقائق 15 دقيقة، وهي ركعتان. صلاة العيدين هي ركعتان، يكبر في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الإحرام، ويخطب بعدها. معلومة صلاة العيد للجميع صيغة الصلاة، ويكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، ويكبر هنا وقت التكبير، يكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فهنا يسن التكبير من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، فإذا دخل الإمام انقطع التكبير. أما في عيد الأضحى فبعد الصلوات المفروضات يكون هناك تكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، كما هو معلوم أنه في عيد الأضحى يكون هناك تكبيرات بعد الصلوات إلى آخر أيام التشريق. فصل في صلاة الكسوف والخسوف. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى. صلاة الكسوف سنة طبعا، ورد في ذلك حديث أيضا خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى بالناس فأطال القيام إلى آخر الحديث. ولا تقضى صلاة الكسوف، ويصلى لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون سجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر، باعتبار الكسوف هو نهاري وكسوف القمر هو ليلي. فصل في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة، يدعوهم إلى التوبة والتضرع والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء. والمقصود بالأعداء يعني المتشاحنين، يعني المختلفين فيما بينهم، وصيام 3 أيام ثم يخرج بهم. أي هذه الوصية وهذا الأمر يكون قبل الخروج إلى الصلاة، استعداد وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة، وهي ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل، والثياب التي غير معدة للخروج والزيارات، واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد في التكبير والقراءة، ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه. وأي أن الإمام والخطيب يحول رداءه إلى الداخل، لأن ذلك فيه انكسار وتضرع، ويحول رداءه من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويكثر من الدعاء والاستغفار. أي الإمام يكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب، والمقصود بالضراب الجبل الصغير، والآكام وهو التل المرتفع من الأرض، ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا،
اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا ساح سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أي اليائسين. القنوط هو اليأس. اللهم إن العباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك الضيق. الضنك هو المقصود فيه الضيق. ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فيرسل السماء علينا مدرارا أي المطر ويختسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. هذا ويختسل في الوادي إذا سال أيضا ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون الاغتسال. وعن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، يعني في حالة المعركة وفي حالة المعارك والتقاء العدو أو انتظار العدو وخوف مهاجمته، تكون الصلاة في هذه الحالة في حالة المعارك والخوف والتخوف من رصد الأعداء على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني العدو في الظهر، عندما نتجه إلى القبلة يكون العدو في ظهرنا فيفرقهم الإمام فرقتين، يعني قسم يقسمهم، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه، يعني فرقة تتجه على العدو وفرقة تتجه ويا الإمام إلى القبلة. فيبدأ الإمام يصلي يكبر ويصلي بالفرقة، يصلي وياهم ركعة، ثم هاي الفرقة تتم لنفسها، تكمل الصلاة لنفسها والإمام يبقى ينتظر. إيش يبقى ينتظر الإمام؟ ينتظر الفرقة الثانية المجموعة الثانية اللي هم دي يحرسون، وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. هكذا تكون الصلاة في الحالة الأولى. والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معهم أحد الصفين، يعني يصير تناوب بين الصفوف، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. هكذا يعني عندما يكون الأعداء في وجه القبلة استقبال القبلة يصفهم صفين، المجموعة الأولى مع الإمام والمجموعة الثانية تكون بحراستهم، وهكذا يتناوبون بالتناوب. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، يعني المعركة قائمة وصار تداخل بين الجيوش، فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، لأنه في حالة حرب ومعركة والتحام لا يستطيع أن يستقبل، كيف ما يستطيع يصلي. والدليل لذلك هو قول الله سبحانه وتعالى فخفتم فرجالا أو ركبانا أي مشاة أو راكبين. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. وقول ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وكذلك أيضا يسامح المصلي في هذه الحالة من كثرة الأفعال للحاجة. فصل في اللباس. ويحرم على الرجال لبس الحرير وكذلك أيضا استعماله بالفراش وغيره، يحرم على الرجال لبس الحرير واستعماله بالفراش
وغير ذلك، والتختم بالذهب أي لبس الخاتم، ويحل للنساء ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، هكذا ورد الحديث. وقليل الذهب وكثير في التحريم سواء. طبعا سبب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال فيه عدة آراء لسبب ذلك والعلة في ذلك، منها هو لا يكون هناك خيلاء وعدم كسر لقلوب الفقراء في ذلك. وقليل الذهب وكثير في التحريم سواء بالنسبة للرجال، يعني حتى إذا كان جزء من خاتم مذهب لا يجوز، وإذا كان بعض الثوب إبريسما أي حرير وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا، يعني إذا كان بعض الثوب حرير وبعضه، هاي بالنسبة للرجال، إذا كان بعض الثوب حرير وبعضه قطن فهنا إذا كان الحرير أكثر يحرم، وإذا كان أقل لا بأس بذلك. لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، هكذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لبس الحرير ب يعني مساحة معينة. فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به. هذا الفصل يتعلق حقيقة بالموتى والتغسيل والدفن، فذكر المؤلف رحمه الله: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وذلك بتعميم البدن بالماء وغسل جميع الجسد، وهناك طريقة معروفة عند من يغسلون الموتى، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، الشهيد الذي يستشهد في المعركة مع المشركين لا يغسل، أما بقية الشهداء فيغسلون، فقط الذي يستشهد في المعركة مع المشركين هو الذي لا يغسل. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد دفنهم في دمائهم ولم يغسل ولم يصل عليهم. الشهيد في معركة المشركين لا يغسل، وكذلك والسقط وهو الذي نزل قبل تمام ستة أشهر الذي لم يستهل صارخا، يعني الإسقاط في حالة الإسقاط، إسقاط الجنين، فإذا خرج إلى الدنيا ولم يصرخ أو لم يحرك عيناه أو شفتاه فهذا لا يغسل. أما إذا خرج إلى الدنيا وصرخ ثم فاضت روحه أو تحركت عيناه أو شفتاه فهذا يغسل، يعني اللي يسقط وهو متوفي، والسقط الذي لم يستهل صارخا هذا لا يغسل أيضا. لحديث: إذا استهل السقط غسل وصلي عليه، وورث وورث، استهل يعني أنه ولد وهو حي، ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر أي ورق سدر، ومثله الصابون ويعني الأشياء الحديثة من المنظفات والمعطرات، وفي آخره شيء من كافور. لحديث أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال: أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك هباء وسد، واجعلن في الآخر في الآخر كافورا. الكافور هو أشبه بالعطر، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، إزار من
سرتي إلى ركبته، ولفافتين الأولى من عنقه إلى كعبه، والثانية تستر جميع البدن، أو الثالثة. والمرأة في 5 أثواب بيض، أيضا ورد في ذلك حديث في ذلك. ويكبر عليه 4 تكبيرات، هاي عند الصلاة، ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، فيقول هذا الدعاء مسنون: اللهم هذا عبدك ابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبي وحبائي في ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف راضعا جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الأدعية حقيقة يعني ورد فيها بعض الآثار، ويعني أحيانا في مكان ورد أثر، وفي مكان ورد أثر آخر في ذلك، فجمعت بهذا الدعاء ليكون بمجموعها هي آثار واردة. ويقول بعد الرابعة، أي بعد التكبير الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويسلم بعد الرابعة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، يسل يعني يرفع ويدخل إلى اللحد وإلى القبور. ويقول الذي يلحده: بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد حديث بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله على ملة رسول الله. ويرجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، أي قدر ارتفاع إنسان معتدل الطول رافع يديه إلى الأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، لأن في ذلك حفظ للإنسان وعدم وصول البهائم إليه. ويسطح القبر، أي يجعل مستويا، لحديث فضالة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور ولا يبنى عليه، يكره ذلك ولا يجصص، أيضا يكره ذلك، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ولا بأس بالبكاء على الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب دمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، من غير نوح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرد، من غير نوح ولا شق جيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، لحديث: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كسر الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وتكره بعد مضيها إلا لمسافر أو مريض أو محبوس، يعني تكره التعزية بعد 3 أيام. ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة، حاجة يعني تكون هناك معركة ولا مكان للدفن، فهذه في حال الحاجة يعني لا بأس بذلك. أيضا ورد حديث هشام بن عروة قال: جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا: أصابنا جهد وقرح، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأعمقوا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين 3 في القبر،
قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا يقدم، يعني هنا في حالة الضرورة يمكن أن يدفن أكثر من واحد في قبر، وفي غير الضرورة لا يجوز ذلك. وصلنا إن شاء الله إلى كتاب الزكاة، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم قراءة كتاب الزكاة. نسأل الله التوفيق للجميع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.